ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالشحن الإيماني العالي في القلب يجعل الإنسان ينتبه. ولذلك بعض الصالحين فيما يروى كان يقول الواحد منهم: أعرف ذنبي من دابتي، إذا نفرت منه الدابة في الصباح، إذا نفرت منه الدابة يقول أذنبت ذنبا، يبحث يراجع النفس. طبعا أمثال هؤلاء الذنب معهم ليس كما نتصور، الذنب معهم ليس كما نتصور، وإنما نسي ذكرا، قلل من ورده في تلك الليلة، اشتغل عنه بشيء من متع الدنيا، قلل من حزبه من القرآن الكريم. فيعرف العلامات، ويعرف أن تلك العلامات هي إشارات في الطريق، في طريق السلوك، فينتبه بسببها ويراجع النفس. ماذا فعلت البارحة؟ البارحة سهران على إيش؟ ماذا فعلت؟ ولذلك بعض الإخوة والأخوات الذين يتواصلون وهم لهم ما شاء الله من الأعمال والمجاهدات والأذكار والأوراد وقراءة القرآن وكذا، تجد الواحد منهم بعد فترة يأتي يقول أحس بتعب وحس بضيق وكذا. مباشرة أسأل عن الأوراد وعن الأذكار وعن كيف، يقول والله شوية مرت الفترة السابقة فيها امتحانات أو فيها كذا أو فيها كذا أو كذا. وللآخرة خير لك من الأولى، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. لماذا تقدم مهما إذا تقدمت الدنيا؟ يعني نؤخر الآخرة؟ لا، نقدم الآخرة. إذا تقدمت الدنيا نقدم الآخرة، هذا هو الأصل. ولا نقول للآخرة شوية صبر انتظري حتى نخلص من الدنيا هاليومين، وما أدراك أنك ستنتهي، يمكن ما يخلص، ما أدراه أنه سينتهي يمكن ما يخلص. فإذا تقدمت الدنيا لأسباب عاجلة يستدعي الإنسان أن يتعامل معها وأن يعالجها، يقدم الآخرة معها. أما أن تتقدم الدنيا وتأخر الآخرة فهذا خطأ كبير. ولذلك تضيق أنفسهم بهم ذرعا، فيعود الواحد منهم يقول أنا وقعت في كذا وقللت في كذا وقصرت في كذا. طيب جميل، العودة هذه العود أحمد كما يقال، هذه إشارات على الطريق، فافهمها مرة مرتين حدثت خلاص، افهم الإشارات التي على الطريق فإنها تنبيه من الله تبارك وتعالى. بعض الإخوان وبعض الأخوات كذلك يتساءلون في بعض الرؤى، يقول أشوف نفسي أدخل دورات مياه، أبحث عن دورات مياه، أبحث عن المسجد، باغي أصلي، أوصل أحصل الصلاة، شيء يقطع علي الصلاة في هذا الوقت. فأسألهم أقول لهم هذا متى كان؟ في الغالب طبعا في الليل وقت صلاة الفجر. هل كان هذا في وقت الصلاة وقد تأخرت عن القيام لها، أو كان في وقت كنت تقوم فيه، اعتدت أن تقوم فيه للقيام صلاة ركعتين مثلا، وقد نمت في ذلك الوقت؟ يقول نعم في هذا الوقت. كله طيب، هذا تنبيه لي لما اعتادت عليه النفس من صلاة فرض أو نفل. فهذه كلها تنبيهات منامية، فالواردات إما أن تكون في المنام وإما أن تكون في اليقظة، وكلها تنبيه لشيء مفقود أو تأخر تقديمه أو تغذية القلب به، كان القلب قد اعتاد عليه. والموفق من فهم الإشارات وأخذ بها. ولا بد للسالك من أن يعرف الإشارات على الطريق، ولا يعرفها إلا متفقه، يعني إلا طالب علم في هذا المجال وسائل وباحث.